طبعا بينضم دلوقتي بقى لينا اليساندرو ميلي، طبعا زي ما قلت حضراتكم اسطوره بارما ولاعب الميلان ورئيس قطاع الناشئين في فريق كبير فريق بارما. مساء الخير، اهلا بيك في قناه النادي الاهلي ساندرو. مساء الخير على الجميع، ومساء الخير على جميع مشاهدين قناه النادي الاهلي. فخر لاليساندرو ميلي الظهور على قناه الاهلي باعتبارها اهم القنوات، ونادي عظيم وله صولات وجولات في افريقيا. احنا كمان سعداء بوجود اسطورة بارما معانا على شاشة قناة النادي الاهلي، ونجم كبير في الميلان والاندية الكبيرة في طبعا ايطاليا، وطبعا دلوقتي هو رئيس قطاع الناشئين او اكاديميات في بارما. عايز اساله من خلال كلامي، ويمكن كان ممكن يكون كان متابع شوية من اللي انا قلته، ما اهمية وما دور الاكاديميات في الاندية الكبيرة لتكوين وتصعيد لاعبين على مستوى جيد تفيد النادي وكمان تفيد على المستوى الدولي المنتخبات؟ بالتأكيد نحن أمام قضية من أهم قضايا الرياضة وأهم قضايا العالم الذي يغفلها الجميع، وهي قضايا أن تكون لديك قاعدة كبيرة من الناشئين والشباب. لماذا؟ لعدة أسباب. إذا كانت لديك قاعدة كبيرة من الناشئين في هذا الوقت لن تصرف العديد من الأموال، وسوف يكون هناك ميزانية أكبر من أجل الاستفادة بلاعبين سوبر. إذا قطاع الناشئين عندما يفرز لاعبين سيعود بالنفع على الفريق الأول بكرة القدم، ثم يعود بالنفع على المنتخب. لكن الآن الكرة أصبحت تلعب من أجل المال، وكله يتجه إلى الشراء. صحيح، يعني لو جبنا سيرة المال دلوقتي كمان بقى طبعا على مستوى التسويق ده شيء مهم جدا، ويعني قطاع الأكاديميات في بعض الأندية أو بعض البلدان بتستغل دوت أو بتسوق للاعبتها بشكل كبير جدا. ممكن نشوف يعني على سبيل المثال هالاند، طبعا لعيب مميز جدا، لعيب كان يعني عنده 18 سنة ويمكن تم انتقاله لدورتموند بمبلغ حوالي 50 مليون يورو، دلوقتي في خلال سنتين وصل سعره ل 100 و150 مليون يورو. فعمليه الانفستمنت والاستثمار كمان من خلال الشغل في قطاعات الناشئين ده كمان شيء مهم جدا للنادي وللعيب، وينعكس بالايجاب على المنتخبات بشكل كبير. يعني كما ذكرت بالتاكيد هذا سيعود ايضا بالنفع على النادي. عندما ينشئ ناشئ في النادي قد تستفيد منه بالعديد من العوامل. صحيح ساندرو، عايز أسأله بقى، اتفضل كمل. نتحدث هنا عن أهمية أن يقوم النادي بالاهتمام بقطاع الناشئين. ستكون هناك ميزانية وعائد أكبر للنادي يستفيد منه في الأيام، والنادي سوف يقوم بتخزين الأموال من أجل شراء لاعبين سوبر. لكن الآن ماذا نرى؟ إهمال قطاع الناشئين في جميع الأندية، الجميع يتجه إلى الشراء، عديد من الأندية دمروا كرة القدم، أمثال باريس سان جيرمان وأمثال السيتي وأمثال فرق كبيرة جدا يريدون اللعيب جاهز. ولهذا أين منتخب فرنسا؟ كم لاعب فرنسي في منتخب فرنسا؟ لا نريد الحديث عن هذا لأن البعض قد يغضب منا، العديد الآن يتجه إلى التجنيس. لا صحيح، وطبعا بمناسبة المنتخبات لازم طالما قال المنتخبات هكلمه على المنتخب الإيطالي. المنتخب الإيطالي دلوقتي مع مانشيني بيحقق رقم تاريخي الوصول للمباراة 37 على التوالي بدون هزيمة. عايز أعرف أكيد ده بناء طبعا بعد طبعا غياب إيطاليا عن المونديال في روسيا 2018، أكيد كان في خطة، وأكيد اللي بنشوفه دلوقتي من خلال تطوير هذا المنتخب بشكل كبير جدا أكيد كان خطة عمل طويلة جدا. عايز أعرف رأيه في هذه المنظومة الحالية ومنتخب إيطاليا. يجب أن يعلم الجميع أن المنتخب الإيطالي يسير في الطريق الصحيح. عندما أخفقت إيطاليا في الصعود للمونديال الأخير، رئيس الاتحاد الإيطالي اجتمع بجميع المسؤولين في الكرة الإيطالية وحثهم على عودة إيطاليا إلى الواجهة، وهذا ما جناه مانسيني. أتوا بمانسيني واجتمعوا معه،
وتحدثوا أن إيطاليا يجب أن تعود إلى ما كانت عليه في الأيام السابقة، فزنا ببطولة الأمم الأوروبية. وهنا نعود للقضية التي تطرحها وهو قطاع الناشئين. الآن نرى الجواهر في إيطاليا، نرى مستر توتي وديل بييرو وجان فرانكو تزولا وميلي. الآن لدينا الجواهر، وإيطاليا فازت وقامت بعمل مباراة كبيرة وبطولة كبيرة في اليورو. وأقول لك انتظر إيطاليا في كأس العالم. أكيد طبعا كلنا منتظرين إيطاليا في كأس العالم. لكن أخيرا قبل ما أقفل معاه، عايز أعرف كمان رأيه عودة بوفون لموطنه أو بدايته مع طبعا فريق بارما. والجزء الثاني من السؤال، بارما الكبير، بارما العظيم، أين بارما الآن وهيوصل إمتى لما كان عليه يمكن من خلال العشر سنوات اللي فاتوا؟ أنا سعيدة جدا بعودة جانويجي بوفون سوبر جيجي إلى الكالتشيو الإيطالي وإلى بارما، لأنه قد نشأ في هذا النادي وخرج من هذا النادي، أمضى عقدين مع اليوفي وقام بتقديم العديد من اليوفي. أنا سعيدة جدا، ولكن هناك أشياء خلف الكواليس. قد تحدثت مع بوفون وقلت له، مزحت معه، هل أنت عدت من أجل الألوان، من أجل الجيلو بلو، من أجل بارما، أم أن الآن ليس ما لديك مكان في اليوفنتوس؟ وهذا ماذا نريد أن نقوله، أن يصنعون الأمجاد في الخارج ويريدون إنهاء تاريخهم عندما يكون النادي في أسوأ حالاته. ساندرو بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا هنا في قناة النادي الأهلي، وأكيد على تواصل، لأن الكرة الإيطالية في تقدم مستمر، وأكيد يكون معانا أسطورة من أساطير الكرة وخاصة على مستوى فريق بارما ساندرو ميلي من إيطاليا. بنشكرك شكرا جزيلا.